كارثة والله عظيم. هذا الحراري غضب، ولو مو بالحراري كرم الله حظ بحظ والعباس حظ بحظ. رهيبة لله هاي. اي اها شيء انا باوع عبالي راح يطلع لي فيها كل هيت، شو قبل طلع لي كل يا ابو هيت ابو هيت شوت. في من طيارة هاي الزت 11 تصلص لي يا ربي والعباس اللي انا لازقلها 24 ساعة. الدبابين مبعدات تتسوق فضل تدري في عندك دودة وعندك ار بي جي. كرم الله ثلاث طلايف ما لحقت ولا هو. هولي شيت شو انت حالي خرب زر السوبيا هذا بالطياره. اي اسمع ما قدر يقتلني ها ما ادري بيجا عليه داعم وياي وفجر طيارتي وطيارته. خرب عرضه والعباس يعني قمه الانتحاريه مو انتحار عادي بس والله متفوقين عليهم مسيطرين على كل شيء. خامسينهم حمس حج تونس بالدبابات والطيارات. لا انسى والله اعظم منسي هو من قضيت المسدس الصليب خرب هو البرو تاخذ السنايبر وانت مرتاح. هسه عندك؟ ايش قد كتلت بالمسدس يلا جبته؟ شنو؟ ايش قد كتلت بالمسدس قدرت تجيبه؟ ثاني واحد في مستوى المسدس عجب. تجاوب انت لينا لا انتم زربة لك ولا انت ما هو ما اقدر اجون على واحد. وين انت؟ دلتا غير؟ تعال الالفا الف الفا اول زربة زت 11 برو تريدها؟ شنو؟ اي اي اعطيني اياها وانا اقولها جيت افشر على خذاها. انزل انزل تعال تعال جونت عليها بس ما لحقت. انزل تسر يا يلا يلا فكه يلا دو سكس. اي اي دو سكس صعد وياي وراقب الابداع. لا ماكو ابداع عبد الله كنا على حلقه وعلي من الساعه نفاثه دمجتها يكرم هو علي. بس لا تحسب عليه دبابات الرادارات ذول يصكون ما ينصك ذولا مني يوجهون عليك الرادار. انزل يم القاع ما لهم بس وجهوا عليه. غضب غضب ما لحق اطير اللي فوق هنا تجمع الدبابات. ما تشوف ماكو طياره فوق؟ ما اتخذت عنا أنا. ما بيها متعخاف قبل اذا احنا مسيطرين بشكل مرعب يصير عاوية. جماعتنا سكاكة هذول ما جاي يلعبون يسرقون. يعني هذا اللي يصعد بالدبابة وهيج لفظة هذا ما حرفيا ما يتعب وهو يمشي يصك بالطيارة. تونس يا الله هذا الشيء
اخي بس انت والله حصل لي كم كول كم زربه. الدبابة شلتها ليه؟ للأسف انت كم كل اخي في الاسلام؟ والله ما ادري اثنين بس اعظم كله، واحد صكيته بدبابة والثاني هو بالهليكوبتر.